السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم شوربة لوبيا بيضاء بطريقة سهلة ومبسطة. مع البرد هذا ما يليق غير شوربات وحاجات سخونين كما راكم تشوفوا. درت لها مكون صحي راح يساعدكم بزاف عند تناول اللوبيا، لانه كاين بزاف ناس ما ياكلوهاش لانه تضرهم. بهذه الطريقة راح نوريكم يعني فكرة راح تساعدكم ان شاء الله في اكلها. كما راكم تشوفون نبداو على بركة الله. بسم الله، عندي اللوبيا كنت حضرتها مسبقا، راح نوري لكم طريقة تحضيرها يعني بعد ما نكمل يعني تحضير الصلصة. كما راكم تشوفوا هنايا عندي لحم يعني المتوفر عندكم، انا استعملت لحم بقر. عندي هنايا طماطم مصبرة، عندي فلفل احمر، قرفة، عندي فلفل اسود، كمون، ملح، وعندي مكون اللي ذكرته لكم راح نقوله لكم عندما نحطه في الاكل. كما راكم تشوفوا هنا عندي طماطم مصبرة، وعندي بسباس مع جزر، وعندي بصلة يعني كبيرة كنت بشرتها، وعندي قصبر ونعناع يعني قطعتهم رقيق. نبداو على بركة الله. انا سخنت القدر تاعي، راح نضيف له 3 ملاعق زيت. هنا كمية الزيت تعود لكم، كل واحد يعني كيف يحبها. راح نضيف البصل بهذا الشكل، صدقوني الشوربة هذه ولا أروع، يعني راح تدعولي عليها إن شاء الله كي تجربوها. لكل واحد يعاني يعني من القولون ولا من أي حاجة، راح تساعدكم بزاف بزاف هذه الوصفة. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما ندير البصل راح نضيف اللحم. هنا كمية اللحم تعود لكم، أنا ضفت له كمية من الشحم لأنه راح يعطيها أيضا بنة للشوربة تاعي. بهذه الطريقة راح نحمس المكونات ونضيف التوابل اللي ذكرتهم لكم، فلفل أحمر، قرفة، فلفل أسود، ونضفت كمون والملح، نضفت كمية كبيرة لأني يكون ضفت مقبل. والمكون السحري اللي ذكرته لكم اللي هو راح نتحدث لكم عليه ونخلي لكم فوائده في صندوق الوصف، اللي هو زريعة البسباس. زريعة البسباس اللي نستعملوها يعني في حال كان عندنا ألم في القولون ولا أي حاجة، راح يساعدكم في التخلص من الغازات. كما راكم تشوفوا الملح، كنت ضفت الملح في اللوبيا يعني ضفت كمية قليلة، ممكن أنكم توما حسب الرغبة يعني تضيفوا الملح. عندي طماطم مصبرة هنا حوالي ملعقة كبيرة. كما تعرفوا اللوبيا يعني القوام تاعها أو طبيعة المعرق تاعها يجي أحمر. كما راكم تشوفوا هنا يعني راح نخلط المكونات جيدا، بعدها نضيف طماطم يعني حب كنت سكرفشتها، انا عندي نص حبه لانه طماطم الان راهي ماهيش حمراء بزاف، يعني تشوفوها من برا حمراء لكن الداخل تلقاوها يعني مازالها خضراء. هنا ضفت نعناع وحشيش او قصبر، كل واحد كيفاه يسميه، او دبشه. هنا ضفت جزر مع بسباس. بسباس ضفته لانه كما تعرفوا البسباس يساعد في التخلص من الغازات، واللوبيا يعني عندها يعني تسبب لنا يعني غازات، هذا راح يساعدكم في التخلص منها. كما راكم تشوفوا اكله صحيه، ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الطريقه. هنا بعد ما نحمسها مليح راح نوري لكم يعني فكره، اللي هي وضع حبات من عظم التمر، راح يساعدكم في طبخ اللحم يعني في وقت يعني قصير. عظم اللحم يساعد اللحم، عفوا عظم التمر يساعد اللحم في طهيه بسرعه، يعني حيطيب لكم بسهوله. كما راكم تشوفوا راح نضيف 3 عظمات، جربوا هذه الطريقه في اللحم راح يساعدكم ويطيب لكم يعني بسهوله. انا نعتمدها في اكلي لما يكون اللحم يعني كما تعرفوا مرات اللحم يجي ما يطيبش بسهوله. هنا نخلط المكونات جيدا وبعدها راح نبدا نمرق. هنا كميه الماء تعود ليكم لانه على حسب كميه اللوبيا اللي عندكم. بهذه الطريقه نمرقوا، صدقوني جربوا الوصفه وادعوا لي لانه راح تجيكم شوربه ولا اروع، شوربه بنينه. واكيد نقول بزاف ناس كاين اللي يقول لك الماكله ما تجينيش بنينه، والماكله لازم تحبيها باش تجيك بنينه، يعني تحبي تطيبي الماكله لانه كاين الناس ما يحبوش يطيبوا على هذيك الماكله ما تجيهمش بنينه. هنا يبدأ تطيب معايا، يبدأ تغلي كما راكم تشوفوا، راح نخليها حتى اللحم والخضره يطيبوا مليح، بعدها نضيف اللوبيا. راح نوريكم طريقه يعني طهي اللوبيا. كما راكم تشوفوا انا اللوبيا نشمخها ليله كامله، نغسلها مليح نشمخها ليله كامله، غدوه من ذاك يعني نبدل لها الماء
ونغسل ونعمر الماء واحد اخر وندير لها الملح ونخليها تطيب حتى تطيب لي يعني ما تطيبليش حتى يعني تذوب يعني يدخلها طياب تكون طابت لكن ما نخليهاش حتى تذوب لي باش تزيد تكمل في المرق. هذه طريقتي في طهي اللوبيا. وكذلك بالنسبه للوبيا انا يا ما نصفيهاش من الماء يعني نخليها حتى يبقى فيها كميه قليله من الماء لانه الماء تاعها راح يساعد المرق تاعنا في انه يثقل لنا شويه. كما راكم تشوفوا هنايا راح نضيفها على المرق بعد ما طاب لي اللحم والخضر طابوا مليح راح نضيف اللوبيا بهذا الشكل. هنا راهم طابوا لي راح نضيف اللوبيا ونخليهم يعني يزيدوا يطيبوا معها شويه انه كما تعرفوا اللوبيا ما نخلوهاش طيب بزاف باش ما تذوب الناس. انا ما نحبهاش ذايبه نحبها تبقى في صوص وتبقى الشوربه كانه المرق كانه شوربه. كما راكم تشوفوا انا راح نخليها تطيب حتى تطيب معايا ونولي لكم ان شاء الله بهذه الطريقه. هنايا كما راكم تشوفوا اللوبيا راهي واجده معايا. لما تشوفوا هذا المنظر او هذه انه المرقه بدات تثقال هنا راح نطفي لها الفرن لانه حبيتها شوربه. اللي يحبها ثقيله يزيد يخليها يعني طيب حتى تثقال له. انا نحبها شوربه لانه الاولاد ما يحبوهاش كي تكون ثقيله. ان شاء الله الفيديو يعجبكم راح نقدمها لكم في صحن التقديم وتشوفوا النتيجه النهائيه. كما راكم تشوفوا هاي عفوا هذه هي الشوربه تاعي لنهار اليوم. بالنسبه للشوربه او شوربه اللوبيا يعني في هذا البرد تلقت متكل سخونه يعني مع مطلوع لي يعني يكون قادر يدير مطلوع يدير مطلوع يعني حجي يعني ما شاء الله او كسره كل واحد واش يسميها. هنا بهذه الطريقه بعد ما نسقيها راح نرشها بكميه من النعناع والحشيش بهذه الطريقه. وهذه يعني اختياري انا هذا هو الطبق تاعي لنهار اليوم يعني كان طبق رائع طبق شتوي يدفي ويساعد وممطو صحي يعني بمكونات صحية تساعدكم في التخلص من الغازات في حال كاين بزاف منا ما يحبوش ياكلوها او يتخوفوا انه ياكلوها لانه هي مضرة في بعض الاحيان للناس اللي عندهم يعانيون من القولون. ان شاء الله الفكرة تكون يعني وصلت لكم والوصفة تكون يعني لاقت اعجابكم. بارطاجيوها مع الناس اللي تحبوهم وان شاء الله دائما جديد. تحياتي لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمي واكيد تعليق شباب من عندكم يحفزني اني نحط لكم دائما جديد والاحسن ونكون دائما معكم ان شاء الله. دعواتكم لي بالشفاء ان شاء الله دائما نكون معكم حاضره ونعتذر من اللي راني مقصره معاهم. سلام.